أستاذ محمد بورقبة، عودة إلى سياسة القرب التي نجا حزب الميزان والمكتسبات والانتظارات ومساهمتكم ومساهمة برنامجكم في التنمية المستدامة، توضيح أكثر. فيما يخص الانتظارات ديال المواطنين وفيما يخص سياسة القرب، احنا سبق لنا في هذه الفترة اللي فاتت أن سيرنا أكبر عدد من الجماعات، غنعطي على سبيل المثال الحصر سيرنا جماعة ولاد عبدون، سيرنا جماعة بيرمزوي، سيرنا جماعة بولانوار، سيرنا جماعة البراكسة، سيرنا جماعة بولانوار، سيرنا ولاد عزوز، واحد العداد ديال الجماعات، لأن احنا الحزب ديالنا هو اللي مسير أكبر. والفقرة أنت اللي تترأسها الآن. والفقرة اللي غنترأسها بالإضافة إلى المجلس الإقليمي. والجماعات اللي سيرناهم كلهم الحمد لله نهجنا واحد السياسه ديال القرب فيما يخص البنيه التحتيه، وعملنا واحد العداد ديال المنجزات اللي لا تحصى ولا تعد، ولكن الطموح ديالنا كبير وكبير جدا على ان ننجز ما تبقى من سي بورقبة. بغيتك توضح لي الانجازات على مستوى جماعه ولاد جماعه الفقراء من الدائره ديال خريبكا. على مستوى جماعه الفقراء استطعنا فيما يخص الكهرباء اللي هو مادة حيوية، استطعنا نفوقوا 50%، فتنا 50%، وإن شاء الله غادي نوصلوا 100% في القريب العاجل إن شاء الله، لأن لما وصل إلى علمنا على أن الصفقة في ذاك البرنامج ديال 94 كهرباء 94 دوار بالإقليم، ربما ما في آخر هذا الشهر غادي تعطى صفقة وما غاديش يبقى ولا سكن واحد ولا كانون واحد بدون كهرباء. إذن فيما يخص الماء، في الماء الصالح للشرب، من قبل كان عندنا كنا كنشربوا الماء ديال الآبار وحنا عندنا الشح في لاناب فرياتيك، لان احنا عندنا الابار شويه عميقه وهذا والماء قليل، استطعنا نفوقوا 50%، وان شاء الله غادي احنا بعدا واحد ربعه ديال السقايات غادي يتزادوا، وغادي ان شاء الله احنا كنطمحوا نغطيو الجماعه كلها هذا، وكنطمحوا اكثر من هذا الى كنطمحوا اكثر من هذا الى الربط الفردي كاع لي زاغلوميراسيون التجمعات السكنيه. بغينا الربط الفردي، لان العين حقيقه او العيون او السقايات كتؤدي لهذا، ولكن احنا بغينا الربط الفردي. نعم. فيما يخص المسائل ديال المسالك وفك العزله على الاعلام القروي، استطعنا نحققوا واحد القدر مهم من 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 المسالك واستطعنا نربطوا الجماعه بواحد العدد ديال الاقاليم، بما فيها اقليم سطات، بما فيها اقليم الفقيه بن صالح، واستطعنا مشينا مزيان. لكن هاد لي بيست حنا بغينا شي حاجه اخرى اكثر من لي بيست، لان لي بيست كان ما عندنا شيء، حنا ما قربش لواحد الجهه اللي فيها ما يسمى بالسكين، وكتبقى واحد الطريق واحد المسلك كيدوم واحد المده طويله. كنجيبوا التوفنون ديال المجمع الشريف للفوسفات، ولكن من بعد واحد 3 سنين او 4 سنين كيخص يتعاود، وكيكون هذا هدر للمال، وكنطمحوا حنا باش تكون عندنا مسالك اللي في المستوى، ولكن هذا راه استطعنا ننميو. لا بالنسبه للاسواق ديالنا استطعنا ولا فكينا العزله، ولاو ناس كيجيو كيبيعوا معنا ويشريوا، وحنا كنمشيو عندهم وهذا، واستطعنا نحققوا واحد. فيما يخص
مسائل اخرى كاين بزاف. كاين مثلا عندنا دار الطالبه كنسيروها حتى هي، وعندنا دار الطالبه اللي مشات لينا بعيد الحمد يعني لله، حلت المشكل ديال الطلبه، حلت المشكل ديال الهدر المدرسي، لان كانوا حنا عندنا البنيات من قبل ما كيفوتوش التعليم الاساسي، التعليم الابتدائي. اما دابا الحمد لله راه ولينا كنحققوا نتائج، ونتائج مهمه جدا، وخاصه في السنه التاسعه، لان كنوصلوا كنوصلوا في بعض الاحيان، وما نقولش في بعض الاحيان، في غالب الاحيان كنوصلوا حتى ل 100% في النتائج ديالنا. وطموحي كرئيس ديال الجامعه على ان تبنى دار الطالب في القارب العاجل، باش تدوك الوليدات يستافدوا كما كيستافدوا الاخوات ديالهم. مسائل اخرى، كاين عندنا طموحات كبيره.